اشتريته لي اسم محلي مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم امي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عمرو، بس يا عمرو، حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هتبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شاربين حاجه انت وهو يا فندم. هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض. وبعدين بقى وانا ما اوريش غيركم في البنك ولا ايه؟ مفيش اسبوع يعدي غير لما يجيلي من وراكم كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح ولا غلطان؟ ايه؟ انا اللي غلطان يا عمرو؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجي لي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى، وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا، المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم، مش معنى ان في البنك. طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك، ما هي ماشيه كوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان الباب اللي انت هببته في البنك النهارده، ده غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خال انت مالكش خلان اصلا يا صالح. إيه؟ اسكت بقى اسكت بقى، ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا ابني؟ اكذب يا غلط. تكذب ايه الشرف اللي عليك ده يا اخويا؟ قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس في ايه انت بتتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرايه يا سامي مالك بتتكلم عادي انت كمان. سامي؟ سامي، امال ساميه؟ انا هسكت له. شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعه ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقه دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الاداره اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوه ولا بالواسطه، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زاله لسان وهفوتها المره دي. لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسميه وهزعلك. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين يا زئرو. عناية احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زئرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. عناية احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها جبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عمو زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابني نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا ابني انت طامن النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكر لكم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى يا ابني، انت خد ابني سايب باطه صح؟ اقعد، انا شايف فيك مشروع شابح. اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك؟ بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ ايه ده وريني كده برشام؟
انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. هو ايه اللي حلو قوي؟ هتودينا في ده؟ الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجلي شويه وعامل زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت، هو من هنا يا ابني؟ يلا يابا اخويا هنفتحها يا ده. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي؟ اسمها ايه الاصطفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا الفول. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. وبعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه. اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه، يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه، يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك افتضح. مبقاش كلام فارغ بقى يا جماعه، احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى تمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى عمور، اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. اه زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين، وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، هي بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك.